شركة البترول الكويتية العالمية ملتزمة بقيادة وبدعم وتطوير الشباب الكويتي من أصحاب المواهب تطبيقاً لبرنامج تطوير وتنمية مهارات العمالة الوطنية وتهيئة قادة مستقبليين كويتيين ذوي أداء رفيع المستوى من أجل إدارة الأصول الوطنية وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للشركة طويلة المدى. قامت شركة البترول الكويتية العالمية في عام 2013 بافتتاح أكاديمية Kuwait بزنس سكول لإدارة الأعمال بهولندا، وذلك بالتعاون مع جامعة روتردام، وقد تم منح عدد 50 شاباً وشابة ممن هم حديثو التخرج الفرصة الاستثنائية للتعلم في إحدى أفضل الجامعات عالمياً لإدارة الأعمال. في نهاية العام الدراسي في أكاديمية Kuwait بزنس سكول حصل المتميزون من المتدربين على عروض عمل لدى شركة البترول الكويتية العالمية، وتم ضمهم إلى الهيكل التنظيمي للشركة كل وفقاً لتخصصه المهني. في هذا الفيلم سوف نلقي نظرة مفصلة على البرنامج التدريبي في القاعات الدراسية، والذي تم تصميمه وإعداده وتنسيقه وإدارته بواسطة إدارة التعليم والتطوير في شركة البترول الكويتية العالمية. The classroom training is critically important because it provides a solid foundation for the trainees' future careers. We have designed it to give them an appreciation of the breadth and complexity of KPI's business, a deeper knowledge of our activities and understanding of our culture. The graduates were very motivated at the Kuwait Business School, and we have made sure that the classroom training is equally challenging and stimulating to build their enthusiasm even further. I'm very excited. I really want to start this. I want to know how my career path is going to be. We really want to learn and get in touch with a work environment more practical. Expect also field trips. I'm certain they'll take us to refineries and stations where we can learn more about the day-to-day operations. يقع مقر قاعات التدريب في مكتب الشركة الأوروبي الإقليمي الكائن بمدينة لاهاي، حيث يركز البرنامج التدريبي لمدة 3 أشهر جل اهتمامه على عدد 12 موضوعاً رئيسياً يغطي الأوجه الرئيسية لأعمال الشركة. يستهل البرنامج بشرح وتوضيح عمليات شركة البترول الكويتية العالمية، ثم ينتقل إلى استراتيجية الشركة. يليها شرح برامج الأبحاث والتكنولوجيا، التصنيع، التصدير، التمويل، التدقيق الداخلي، توعية لقوانين الشركة وقواعد سلوك العمل، بالإضافة إلى تعريف ببرنامج PEP لتحسين الأداء ونظام ISO. وتختتم الدورة بشرح لوائح عن الموارد البشرية وبرامج الأنشطة التعليمية والتطويرية. أحد الأمثلة التي تتعلق بكيفية تعلم الموظفين حديثي التخرج فيما يتعلق بأعمال شركة البترول الكويتية العالمية هي الجلسات التدريبية الخاصة باستراتيجية عمليات الشراء، وكذلك تم خضوع المتدربين للتدريب على نظام الكمبيوتر SAP الذي يختص بإجراءات عمليات الشراء. هذا وقد تم استخدام التدريبات والتطبيقات العملية في هذا البرنامج بصورة مستمرة ومتكررة، حيث حاز الموظفون حديثو التخرج على تقدير ممتاز وعال بالتدريبات المتعلقة بالمفاوضات المباشرة والذي تقدمها كلية القانون في هارفارد. على مدار فترة تطبيق هذا البرنامج تم استخدام العديد من أساليب التعليم المختلفة بهدف تشجيع وتدريب وتعليم المتدربين ورفع روح الحماس لديهم، وذلك من خلال تقديم العديد من المحاضرات والمناقشات التعليمية وتقديم المشاريع والواجبات الفردية والمشتركة بين أعضاء الفريق الواحد ومسابقات عملية مهنية. تعد الزيارات الميدانية للمواقع جزءاً مهماً من البرنامج SOJT التدريبي، حيث يتيح ذلك للمتدربين فرصة بربط وتطبيق ما يتعلمونه نظرياً من خلال الممارسة الميدانية والتجربة من خلال أكاديمية Kuwait بزنس سكول. يقوم كادر شركة البترول الكويتية العالمية للتعليم والتطوير بإعداد وتطبيق البرامج التدريبية وتطبيقها لتطوير العاملين على مختلف مستوياتهم الوظيفية
ضمن شركة البترول الكويتية العالمية، وقد شارك أكثر من 80 خبيراً من شركة البترول الكويتية العالمية في الجلسة التعليمية الأولى للبرامج التدريبية، مبدين اهتمامهم والتزامهم وحرصهم الشديد على رجاح شركة البترول العالمية. لم يتردد الخبراء ببذل أي جهد أو وقت من أجل إنجاح البرنامج التدريبي. يؤكد مجلس إدارة مشروع التدريب الوظيفي SOJT على تحقيق أعلى مستويات الجودة في البرامج التدريبية، ويتكون هذا المجلس من 3 أعضاء، هم رئيس البرنامج التدريبي السيدة يوكا فان فيرينغن، مدير إدارة التطوير والتعليم في شركة البترول الكويتية العالمية، السيد كلود هيرمان، مدير الخدمات المشتركة، السيد كوين فانكلست، مدير مبيعات التجزئة في شمال غرب أوروبا. Of the project board is in fact to review all of the course material from an operational point of view, strategic point of view. We do this on a weekly basis, and we do it to make sure that all the vital information is there for the trainees, that there is no overlap, that there is consistency between all of the presentations and the course material. And it's quite some presentations, eh, Joke? Yes, about 125 lecture material, which is presentations, exercises, business games. And a significant amount of work we have put in, which also reinforces our commitment to the overall program at the highest level. I think we are all enormously impressed about the hard work and the enthusiasm of the KPI sponsors, and also about the professors. And together, the sessions give the trainees a superb foundation of knowledge. واعترافاً منا بأن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات تعتبر نقطة هامة في أعمال شركة البترول الكويتية العالمية، فإن إدارة التطوير والتعليم لدى الشركة قد أنجزت بنجاح مشاريع حول المسؤولية الاجتماعية المؤسسية في مختلف المجالات الحياتية والعملية، وذلك في إطار البرنامج التدريبي للعام 2013-2014، وقد حققت فائدة عالية للمجتمع الذي استفاد من هذه المشاريع. وعادة ما تكون هذه المشاريع ذات طبيعة خيرية، حيث أنها تمنح المشاركين الفرصة لتحقيق أهداف الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية الشاملة للشركة وإنجازها على أرض الواقع وفي نفس الوقت، حيث أثبتت المشاريع الحياتية قيمة ثمينة لمختلف المؤسسات الخيرية في العديد من المجالات. I think it's a good initiative that the company itself sent their future managers, their future staff members. I hope they succeed in life. May Allah protect them and hope to see them here in Father Centrum in the future. It's an eye-opener for us, for all of us, to focus more on the social responsibility what the company can do. Thank you, QA, for the great day. حرصا من الشركة على إحراز المتدربين أقصى درجات الفائدة المرجوة من البرنامج التدريبي، يخضع المتدربون لاختبارات منتظمة معدة من قبل كل من خبراء ومعدي البرامج بعد نهاية كل موضوع تدريبي، ويهدف هذا الاختبار لتقييم مدى استيعاب وفهم المتدربين للمواد والمحاضرات التعليمية التي تم تقديمها خلال البرامج التدريبية. وفي خارج أوقات التدريب يتم تحفيز وحث المتدربين على الانخراط بالمجتمع الهولندي وثقافة المجتمع الأوروبي بشكل عام. What was good about the program is I got to see the different departments, and we got to see how they work and their overall strategy, which was good. We developed good teamwork skills with our colleagues, and we developed some good bonds with each other, which will be useful for the future. I feel like the SOJT program is really important to us because it let us know everything about the oil industry in details, which will benefit us tremendously in our future careers. I'm happy for what I have learned from this program. We learned a lot of stuff. I'm a mechanical engineer, so I have no background at all in business matters. And now, after taking this class, I learned a lot about the KPI business. إن برنامج التدريب للخريجين المتميزين يمنحهم البداية القوية للحصول على فرصة عمل متميزة لدى شركة البترول الكويتية العالمية. وننتهز هذه الفرصة لنتقدم بجزيل الشكر والتقدير
لكل من شارك وساهم في تحقيق وإنجاح هذا البرنامج التدريبي.